نزل رسمي من جوجل ان هم يعلنوا عن البيكسل الجاي في 4 اكتوبر، وده كل التسريبات اللي نعرفها عنه، فيه كتير. فيلا بينا نبدأ. وطبعا زي السنة اللي فاتت هيبقى فيه موبايلين، الجوجل بيكسل 2 والبيكسل اكس ال 2. والبيكسل 2 احتمال كبير جدا يبقى شبه موديل السنة اللي فاتت، لكن الاختلاف هيبقى في البيكسل اكس ال 2، هيبقى مختلف جدا عن السنة اللي فاتت. واحنا عارفين من تسريبات كتيرة جدا ان البيكسل اكس ال 2 هيبقى شكله ايه، وهيجي بشاشة بحجم 6 بوصة وبشاشة بدون حواف بريزولوشن كواد اتش دي 1440 بي، لكن ما نعرفش عن النسخة الأصغر البيكسل 2 العادي، يا إما هيجي بشاشة 5 بوصة يا 5 بوصة و6 من عشرة بدقة فول اتش دي أو كواد اتش دي. ومن فترة جوجل نزلت فيديو بتعلن فيه عن الحدث وشوية تسريبات من الموبايل، وإمتى هيكون الإعلان عن الموبايل، وسألت فيه شوية أسئلة ليها علاقة بالبيكسل. ومن الأسئلة دي نقدر نستغرق شوية حاجات. أول حاجة إن جوجل بتحاول تحل المشاكل الموجودة في كل الموبايلات اللي بيعدي عليها أو بيشتكي منها المستخدمين، زي مثلا الكاميرا. أول سؤال جوجل سألته هو ليه موبايلي بياخد صور مش واضحة؟ ومن السؤال ده نستنتج إن الموبايل هيبقى فيه OIS، وهيبقى فيه شوية تحسينات في الكاميرا على موديل السنة اللي فاتت. احنا شفنا السنة اللي فاتت الموديل كان عامل البيكسل كان عامل ازاي بمجرد ايه، الكترونيك ايمج ستابلايزيشن، لكن في السنه دي ممكن يحطوا اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن، وده هيبقى افضل بكتير. احنا شفنا قد ايه الموبايل كان حلو جدا بالكترونيك ستابلايزيشن مش اوبتيكال، والسنه دي لو حطوا فيه اوبتيكال فاحنا تقريبا متصورين جوده الكاميرا هتبقى شكلها عامل ازاي. وحاجه برضه مهمه، عدد البكسلات او الريزولوشن بتاع الكاميرا، الدقه بتاعتها كام ميجا بكسل. طبعا الشركات لو انتوا عارفين بقى المعادله اللي هي كاتت الميجا بكسل، كاتت الميجا بكسل بتقلل وبتصغر حجم البكسل نفسه، فده بيؤدي لدخول ضوء اقل للبكسل، وكل ما تقلل عدد البكسلات كل ما تخلي البكسل اكبر فيدخل ضوء اكتر، ده علاقه ما بينهم. فلو كترت عدد البكسلات قوي دوت هيديك تفاصيل في الصوره اكتر، لكن مش هيدخل ضوء اكتر، مش هيدخل ضوء كتير، فدوت هيخلي الصوره فيها نويز. والشركات السنه دي لقت حل في يعني تخلي توازن ما بين الاثنين، وهو 12 ميجا بكسل، لكن من الصوره اللي احنا شايفينها دي ان حجم الكاميرا بتاعت البكسل اكبر ب 3 او 4 مرات من موديل السنه اللي فاتت، فده ممكن يحطوا مثلا كاميرا 16 ميجا بكسل او حتى 20 ميجا بكسل، مع ان هم يخلوا برضو حجم البكسل كبير، وده هيخلي ضوء اكتر يدخل وهيخلوا التفاصيل في الصوره افضل بكتير. ولو نلاحظ برضو ان هي كاميرا واحده بس مش كاميرتين، يعني في السنه اللي فاتت كان في شويه شركات هي نازله بموديل كاميرتين زي هواوي، وده ممكن نستنتج منه ان حجم فتحه العدسه بتاعت البيكسل 2 بيكسل اكس ال 2 كبيره جدا او واسعه جدا، وده يخلي ضوء اكتر يدخل. وبالحجم دوت برضو ممكن تكون جوجل بتقول ان هي مش محتاجه كاميرا تانيه، ان هي تعمل نفس امكانيات كاميرتين، فجوجل واثقه جدا من الكاميرا بتاعتهم، وممكن ما تحتاجش كاميرا تانيه ان هي تعمل زوم، عشان ممكن يبقى فيها حاجه في الهاردوير انها تقدر تعمل زوم من غير ما تفقد اي جوده ولا اي ريزولوشن في الصوره، وده ممكن يخلي البيكسل 2 افضل كاميرا موبايل موجوده حتى لو كانت كاميرا واحده. وتاني سؤال سال هو ليه موبايل بيخلص المساحه بتاعته بسرعه؟ دوت هنستنتج منه زي ما حصل السنه اللي فاتت في الجوجل فوتوز. اللي فيكم يعرفوا الموديل السنه اللي فاتت جوجل بيكسل كان اول لما نزل تقدر ترفع على جوجل فوتوز صور وفيديوهات بالدقه الكامله بالريزولوشن الكامل من غير ما تفقد اي حاجه من الجوده، من غير ما تفقد مساحه، وعندك انليمتد ستورج ليها بالكامل، يعني تقدر تعمل ابلود براحتك للصور بتاعتك والفيديوهات بتاعتك على الكلاود بتاع جوجل فوتوز مساحه غير محدوده يعني. وكمان اتكلموا على البطاريه، وده حقيقي عشان اكبر مشكله بتواجهنا في الموبايلات البطاريه ما بتقعدش كتير، يعني انت ممكن تشحن الموبايل في نص اليوم او مرتين، ده انا بشحن الموبايل يعني مرتين، او ممكن يقعد معاك اليوم كله لكن تضطر تشحنه بالليل. فجوجل هتحاول تحل مشكله البطاريه، لكن حاليا ما نعرفش ابعاد الموبايل ايه عشان يبقى عندنا فكره حجم البطاريه تبقى ايه كام، بس احتمال تبقى في البيكسل الصغير في البيكسل 2 الصغير هيبقى حجم البطاريه 3000 ملي امبير، والبيكسل اكس ال 2 هيبقى 3500 تقريبا، لكن ما نعرفش الابعاد فمش متاكد. غير كده ان السوفت وير هيبقى نازل باندرويد اوريو من الصندوق، فهيبقى فيه توفير طاقه وإدارة الطاقة أفضل من الأندرويد نوجت 7.1. وحاجات تانية قالتها جوجل هو ليه الموبايل بتاعي بيسخن، ليه رقيق، ليه بيتكسر، ودوت هنستنتج منه إن الموبايل هيبقى مصنوع من معدن تاني أو مصنوع
مواد تانية أقوى بكتير من الموجودة دلوقتي أو في البيكسلز اللي فات. لو احنا شفنا سنة 2017 هنلاقي كل الشركات رايحة تصميم من الزجاج، دايما بيبقى فيه زجاج حتى لو جوريلا جلاس 5، ودوت بيستحمل ودوربل يعني كويس جدا وعليه قوة استحمال حتى لو جوريلا جلاس 5 من الأمام والخلف، لأن الزجاج بيكتم حرارة الموبايل جوه، وده بيخلي الموبايل يسخن أكتر، فما فيهوش يعني تسريب للحرارة، وده بيخلي الموبايل يسخن. وطبعا انتوا عارفين الحرارة بتأثر على البطارية والبروسيسور، وكمان الزجاج مش قوي زي المعدن. فاحنا بقى نستنتج ان ممكن جوجل تصنع البيكسل 2 والبيكسل اكس ال 2 من المعدن، وممكن يبقى تصنعوه كمان من ال 7000 سيريس الومنيوم زي ما شفنا في موبايل الموتو زي 2 فورس. الموبايل ده تقريبا شيء صعب جدا انك تدمره، يعني لو رموه من على السلم وفضلوا يحاولوا يتكسروا فيه وحاولوا يدمروه ما عرفوش يدمروه، صعب جدا انك تدمره عشان المعدن ده قوي جدا. بعد كده جوجل سألت ليه الموبايل مش بيفهمني، ليه مش ذكي، ليه غبي. دوت هنستنتج منه المساعد الشخصي الجوجل اسيستنت، وكده اتاكدنا ان جوجل هتركز على المساعد الشخصي ما بينه وما بين حاجات تانية كتير لما يجوا يعلنوا عنه. وتقريبا هتكون الكلمة المفتاحية للمساعد الشخصي هي ذكي. احنا عايزين مش مجرد مساعد شخصي يفهم مثلا الحاجات الاساسية الاوامر الاساسية اللي انت تطلبها منه، لا عايزين مساعد شخصي يفهم المحادثة، يعني تقدر تتكلم معاه يفهم معنى المحادثة انت قصدك ايه، انك تتكلم مع الموبايل اكنه شخص حي تقدر تتكلم معاه وهو بيرد عليك وفاهمك. واخيرا ندخل على المواصفات، وحسب التسريبات انه هيجي بمعالج سناب دراجون 836 مع 4 جيجا بايت رام من نسختين، ودوت متوسط يعني مش 6 جيجا بايت رام زي باقي الشركات او 8، لكن السوفت وير مش هيحتاج تقريبا اكتر من كده عشان ده ستاك اندرويد، وجوجل كويسه جدا في انها تعمل رام مانجمنت. وكمان في اشاعات بتقول ان جوجل هتشيل مدخل السماعات وهتحط مكانه دول ستيريو سبيكر، يعني سماعات ستيريو من الامام، وده تبقى حاجه كويسه جدا يعني عشان هيبقى الصوت جاي عليك مره واحده، ويبقى ممكن الصوت برضو هناك يستخدمه تقنيه صوت فيه حلوه، وممكن يبقى الصوت بتاعه احسن بكتير من انك تحط سماعات، يعني مش فارقه قوي. لكن احتمال، لكن على كده الموبايل لازم يجي بقى مضاد للغبار والماء. وكده اكون خلصت الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناه اعمل سبسكرايب، واشوفكم في الفيديو الجاي.